إلى بغداد، وهذا المؤتمر الصحفي الذي يعقده القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد هوشار زيباري إلى هناك. اليوم هو يوم حزين للعراق، والحياة ما تتوقف عند نقطة إطلاقا وراح تستمر. هذا العراق اللي احنا كافحنا وناضلنا وجاهدنا في سبيله حتى يكون دولة العدالة ودولة القانون وحقوق الإنسان، اليوم تفاجأنا في لقرار المحكمة الاتحادية باستبعادنا من حقنا في الترشيح. احنا نحترم القضاء، احنا احترمنا القرار الولائي للمحكمة الاتحادية ونحترم القضاء، لكن من حقنا، من حقي كمواطن عراقي أقول لا، صار غبن بحقنا وظلم، وأيضا تأسف حقيقة في إقرار العدالة. ومع ذلك مثل ما قلت، الحياة ما راح تتوقف عند نقطة إطلاقا، ونستمر بعملنا وجهدنا. إخوان، إحنا لما قدمنا طلبنا للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق كان أمام أعيننا ونصب أعيننا أنه كل الشروط والقوانين والأنظمة المطلوبة والشروط المطلوبة لتوفرها في مرشح رئيس الجمهورية، وإحنا مو من الناس الدخيلين أو الغرباء على هذا النظام، بالعكس إحنا أسسنا هذا العراق. وهذا البيت اللي تشوفوه بيت مسعود البارزاني مقره، اللي انكتب به دستور العراق. فاحنا مو غرباء، احنا مو دخلاء، احنا عندنا مصلحة في هذا البلد ونريد رفعته وعزته وكرامته. احنا لما ترشحنا الى منصب رئاسة الجمهورية استوفينا كل الشروط، ومر ترشيحنا بكل القنوات القضائية والهيئات الرقابية اللي دققت في الترشيح، من هيئة النزاهة إلى وزارة التعليم العالي إلى الأدلة الجنائية إلى هيئة المساءلة والعدالة. وأدنا كتب رسمية من كل هاي الهيئات اللي وافقت على ترشيحنا. ثم صار هذا الطعن عند المحكمة الاتحادية من 4 نواب، 3 منهم خصوم من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني. 3 منهم من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، واكو مثل عربي مشهور، وظلم ذوي القربة أشد مضاضة. لكن هذا القرار إخواني قرار مبيت ومسيس، لأن احنا دفعنا كل الدفوعات، كل القضايا اللي أثيرت حولي في النزاهة في المحاكم كلها أغلقناها. وأنا بنفسي كهوشيار زيباري ربما أطول وزير خارجية خدم هذا البلد، 11 سنة وسنتين كمؤتمن على المال العام لهذه الدولة، يعني 13 سنة عندي خدمة في هذا البلد. وأتصور خدمنا هذا البلد بكل نزاهة وبكل استقامة وبكل عدالة. وسيرتنا حقيقة وسلوكنا وحسن سلوكنا أنظف وأنصع من الثلج الموجود في أعلى قمة في العراق اللي هي جبل حصاروست. احنا ما راح نطلب شهادة حسن سلوك من آخرين، احنا نعرف نفسنا احنا منو وشنو تاريخنا وشنو دورنا في هذا العراق. اخوان، القرار اليوم اجا ضدنا، وكان قرار مع الأسف الشديد أقول مسيس. أكدت إحنا نحترم القضاء، وهي ما راح تكون نهاية العالم ونهاية الدنيا إطلاقا، لكن انظلمنا من حقنا الدستوري كمواطن يريد أن يترشح. هم في الأمر الولائي مالهم جابوا قضية علي عن نزاهة، أنه أنا مستأجر بعض الشقق لحماية المسؤولين والسفراء والوكلاء اللي عصابات الإرهاب المسلحة كتلوهم، وكيلين من وزارة الخارجية، سفراء، موظفين
إلى آخر، اضطرينا تحت الظروف الراهنة لما كانت بغداد على صفيح من النار. أنا بنفسي رحت إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية وقدمت إفادتي ومثلت أمام القضاء وبرأوني. الأمر هذا كان مستند على هاي القضية، الأمر الولائي. بعدين أشو اليوم لا، راحوا بموضوع آخر كلية، موضوع آخر، شروط رئاسة الجمهورية وحسن السلوك والسيرة والنزاهة والاستقامة. الحمد لله أدنى من هاي المواصفات، ما احنا رأسنا مرفوع. وأنا أهم شيء بالنسبة لي هو ترشيحي من قبل الرئيس مسعود بارزاني، هذا أكبر شرف بالنسبة لي، أكبر شرف. فلذلك نعتقد أنه هذا القرار بحقنا كان ظالم، وحقيقة كان المفروض المحكمة الاتحادية يعني تنظر في الأبعاد الأخرى لهذا الموضوع. أنا مو قضي، هم ما يريدون رئيس قوي للعراق، ما يريدون رئيس قوي عنده خبرة للعراق إطلاقا. هاي خذوها مني، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. احنا نروح نتنافس بشرف تحت قبة البرلمان، خلي يجي وين اللي يجون يترشحون، اهلا وسهلا، ما عندنا اي مشكلة. بس كل هدفهم اعاقتنا كانت لعدم الوصول الى جلسة البرلمان، وعطلوا العملية السياسية كلياتها على مود ترشيح هوشيار زيباري. يعني لا المدد الدستورية راعوها، لا البرلمان اجتمع، لا انتخابات رئاسة الجمهورية صارت. فهذا محزن، ليش قلت بالبداية؟ هذا يوم حزين بالنسبة للعراق، وأعرف الشعب العراقي وغيرته ما يحب الظلم، ما يحب الظلم إطلاقا. روح اسألوا بالشارع على نزاهة وسمعة وخبرة هوشيار زيباري، أنتوا سألوهم، والخدمة اللي قدمناها لهذا البلد. فلذلك أقول مرة أخرى، احترامنا للقضاء، اهلا وسهلا. نعتقد انه انظلمنا، القرار سياسي مبيت ضدنا، وربما اقول اكبر من الناس اللي قاموا به. ما اريد ادخل بالتفاصيل، انا احكي شويه كردي لان بالدستور اللغه الكرديه هم لغه رسميه. بخير بين كاكا خشكو باريزان بيشروي كرد بارتيا سروك بون بارزانيا أما إيمان من بهايا. ترشيح جناب سروق بو من؟ بو أم موقعة أما بو من هم الدنيا دايد؟ أم برياري إمرو درشو بريارك سياسية بامتياز ببي بردة، هم دفعات قانوني من تسوية كردوا غلق من كردونا، ما هو بريارك السياسي بدن أم برياري عندا زور اشارات من هبوك حاول يشتكي وايا نهاية. ما قلت نفترض افتراضي حسن نيتك، لقال همو لا هيك، لقال همو اطرافك لبرأوا همو شروطي مطلوب ل كانديدي سارو كومار متوفره لايما ببي دستور ببي قانون بهمو قناغكاني ترشيح الشوينه همو او كيشاني بويما دروس كرابون لا نزاهة لا مساءلة وعدالة لا تعليم عالي لا شهادة بس لي عن اللي جنائي هيج جريمك هيج جريمك نما كردوا مخلبت بالشرف. برياري برلمان وحدي خو كاستجوابي من ينكر وقالي اي ما ينكر بريارك سياسي وباعترافي همو لايك هيج إدانك قضائي قانوني لسر ترتيب نبوه بايما نقول هردا محاكم شوينا محاكمش يك بايك محكمة دانشتين إفاداتي خمان تسجيل كير وأمكي شارة هموما قطات كير لبرأة وعليم برياركا بريارك السياسية بالتأكيد سركرداتي إيما أم مراجعة موضوع أكاد احتمالا مسألة كلا من قورة تربي زور سباس بخير بن تفضلي دقق دقق والله فرمو كيف استشار؟ بله.
والله كاكا حيز سياسي هيا لبش الامبرياره بشك ما شو ندغش بنينا يعني برك لسياستي اجيلا لو ناحيه بلام تحديد بك اكيد اكيد يا برك اشتا وقتي لها تو بلا ما يا ناصي اما هي نسبه تحالفات السياسي ما يا تظن اما لا منو لخلكي ترجع ورا ترى بس بشك همو تحالفك هاو بيمانيك دبي لقالك تراوستي دبي دعمي اكثر بك هي نابت من دعمي تبكم تو دعمي منك هي فرمي عراقية بس لحظة عراقية اهلا وسهلا ما هي الخيارات المطروحه للديمقراطيه الثاني بعد عدم ترشيح حضرتك هل هناك ترشيح اخر لحد الان ماكو لحد الان ماكو ترشيح حسب علمي يعني المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي اللي استبعدونا اليوم بقرار سياسي واضح جدا خياراتنا عندنا خيارات حزب عمره 75 سنة في السياسة في معترك السياسة العراقية والإقليمية والدولية بالتأكيد راح تكون عندها خيارات بلا شك أنت تقول أن لدينا خيارات واليوم هو آخر يوم للترشيح وقد أغلق باب الترشيح كيف سيكون ذلك؟ والله هذا تقريبا اكو مجلس النواب هو اللي يستلم هاي الترشيحات لحد الان حسب ما بلغوني لحد الان ما عندهم ما مستلمين اي ترشيح اخر بس لحظه تفضل عفوا بعد ما صدر قرار المحكمه الاتحاديه بحضرتك نعم عدم الترشيح هل ستكتفي بهذا القرار ام ستطعن به والله عندنا خيارات قانونيه راح نفكر بها لكن هذا القرار نعتبره كانه بات رودا بخير بس سر سر تشاو لقال هابي مانات ان لا هابي مالي سياده وروك الصدري تبي كارك دا قلنا بربو او يبتو عن البرب ديري شديكا بكنا سر والله كاكا اما بالتاكيد مراجعك بيوستا اما تقييمي وضعك اكاين سبيني كوبو نواك مان هيا بو او تقييمي همو خياراتي خمان بكين باشا دجلة تفضل اهلا وسهلا والله نأمل أنه ما يأثر لكن من حيثيات من قراءتنا المتواضعة للقرار هم وقفوا ترشيحنا مؤقتا لقضية موجودة بالمحاكم اتحادية 17 رحنا للمحاكم أغلقت هاي القضية وبرأوا ساحتنا وذمتنا لذلك المفروض كان المفروض الأمر الولائي ينشال علينا لا جابوا قضية أخرى لا شروط رئاسة الجمهورية ما متوفرة لأن أنت وين 2016 صارت جلسة استجواب وسحبوا منك ثقة بس ما صار اتهام ما صار إدانة بالنسبة لي إطلاقا شفق ده. يلا آخر شفق يلا تو هناك عليكم السلام أهلا بك لا البارتي ده اقول لك انه هو مرشح البارتي الوحيد الى هاي اللحظه هو هوشيار زيباري كان فلذلك هسه لما وقفوا ترشيحي ما ادري والله قرار عند قيادتي لكن ما مستلمين اي ترشيح اخر لحد هاي اللحظه تمام شكرا شكرا اخوان شكرا خلاص خلاص تمام خلاص يلا ابا والله والله انطيتكم كل المعلومات وانتم عقلاء وانتم اذكياء وانتم اعلاميين سياسيين اي اي اخر سؤال ها يلا انت تصك اخر شيء والله قلت لك الموضوع قلت لك اخي قلت لك الموضوع اكبر مني الموضوع اكبر مني وما يريدون رئيس قوي عنده قرار وطني مستقل شكرا 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 إذن كنا مع مؤتمر صحفي للقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد هوشيار زيباري الذي قال فيه أنه يوم حزين وتفاجأ بالقرار الذي صدر بحقه من المحكمة الاتحادية التي ألغت ترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية وقال أنه يحترم هذا القرار قرار المحكمة الاتحادية لكن من حقه كمواطن عراقي أن يقول أن في هذا القرار غبنا وتعسفا ووصف القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية بمنعه من الترشح بأنه مبيت
وقرار سياسي ومسيس، وقال إن سيرته أنصع من أو أنصع من كتلة الثلج الموجودة على أعلى جبل في العراق وهو جبل حصاروست.